السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. تحت طلب مجموعة من الأصدقاء غادي نحاول نعطيكم بعض الأرقام المتعلقة بالملف ديال دور الصفيح، أخص بالذكر الأرقام المسجلة بالضبط اللي داخل المشروع البساتين في السيكتور 2 و3، لأن الناس ديال السيكتور 4 و5 كيسولوا إمتى غادي يتحل البروجي ديال السيكتور 4 و5. فكنبغي نقول لكم لحدود الساعة السيكتور 2 و3 فيه 1350 شقة، 1350 لحدود اللحظة دخلات 900 أسرة، يعني 900 شقة اللي تحلات او اللي تسلمات من اصل 1350. هاد 1350 ملي غنحيدو منها 900 مستفيد، غادي تبقى لنا 450 شقه باقا ما دخلوش ليها مواليها. عمليه الهدم مستمره، والناس باقين كيريبوا الامور ديالهم باش على اساس يمشيو ياخذوا السويرتات ديالهم ويدخلوا السيكتور 2 و3. هذه من جهه. في هذه الحالة كنقولوا أننا وصلنا في السيكتور 2 و3 واحد النسبة ديال 65% حتى 70%، بقى لنا واحد 30% هي ديك 450. هذيك 450 احتمال غتلقى واحد 150 فيها واحد الناس اللي ما عندهمش باش يخلصوا، وفي نفس الوقت معاهم ناس أخرين اللي ولادهم دافعين الشكايات وما غاديش يريبوا حتى يشوفوا ولادهم شنو غيديروا. هذه من جهة. أو كاين اللي غادي يريب وغيتبع الشكاية ديالو كما داروا مجموعة من الأسر، هذه من جهة أخرى. يعني على الأقل نوصلوا لواحد 1000 أو العدد يتجاوز 1000 مستفيد دخل بين سيكتور 2 و3، لأن كنهضروا على 450 شقة باقة بالحساب، فعدد لا يستهان به. ربما مع عملية الهدم غدا الخميس والجمعة إن شاء الله غيزيد يرتفع العدد ديال المستفيدين، وغادي ينخفض العدد ديال الشقق في السيكتور 2 و3 اللي غيبقاو خاويين. الأسبوع القادم تا هو غتكون فيه عملية الهدم، واللي احتمال كبير أن غادي تهبط لنا الأرقام بالمزيان، وربما غتنطلق عندنا واحد العملية اللي غادي تكون قبل من الافتتاح ديال السيكتور 4 و5، واللي غتكون تقريبا في واحد الاسبوع ديال الخدمه. اللي بغيت ناكد عليه عاوتاني هو ان الاسبوع القادم الترقيم ديال الشقق غادي ينطلق ان شاء الله. الترقيم ديال الشقق غادي ينطلق، غادي يكون عندنا الترقيم ديال الشقق، يعني غادي يتعلقوا البلايك في البيبان في العمارات، يعني غيتوضح داكشي مزيان ان شاء الله، تكون الامور مزيانه. يعني ملي كيكون الترقيم كيكون تسليم مباشره، ترقيم تسليم، يعني ربما احتمال ما كنجزموش تسليم ديال السيكتور 4 و5، احتمال انه يكون في الاسبوع الثاني من شهر 10 تقريبا. هذا احتمال على حساب المعطيات اللي كتبان من خلال ان عمليه الهدم مستمره في السيكتور 2 و3، انه الترقيم غادي ينطلق في السيكتور 4 و5 و6 و7. العملية بسيطة، راه كدوز فوق شواجيز، ولكن من خلال أن كنشوفو السيكتور شهر 9 اليوم، حنا 27 ولا 28 في الشهر، واحد اليومين غندخلو في شهر 10، يعني هنا كنهضرو على شهر 10 غادي ندخلو ليه، دونك واحد 10 أيام حتى 15 يوم. إلا كانت هكدا راه مزيان أنه السيكتور 4 و5 يبدا يتسلم، فغادي نشوفو نهاية مجموعة من الدواوير. نطلب الله ييسر الأمور للجميع، والله يدير لي فيها الخير يا ربي، والله يصاوب لدوك الناس مساكن اللي ما عندهمش، والله يفرج على كل واحد، والله يحل المشكل ديال الشكايات يا ربي. السلام عليكم.